ولكن انا عايزه بقى ابدا بحضراتكم انا وكريم كده، وان احنا كنا لسه سبحان الله امبارح بنتكلم عن الاولمبياد وعن البعثه المصريه وعن ابطالنا في مصر وعن ازاي لازم نكون في ظهرهم وعلى لازم نثق فيهم ولازم نشجعهم. يعني مفيش فرق كام ساعة الحمد لله رب العالمين، وتم التتويج بالميداليات وحاجة كانت جميلة جدا، والمصريين قد ايه فرحوا وقدرنا نثبت ان احنا في المحافل الدولية بجد بنقدر ان احنا نثبت نفسنا. وامبارح كانت الفرحة كبيرة جدا حقيقي، كل المصريين كانوا فرحانين بهدايا ملاك وسيف عيسى. واكيد اللي تابع من حضراتكم البرامج المختلفة، مفيش برنامج ما تكلمش سواء رياضي سياسي اجتماعي، مفيش حد ما تكلمش عن هدايا وسيف. وبقالنا كام يوم كنا زعلانين، كنا قلقانين، عايزين ميدالية، كنا عايزين نفرح، كنا عايزين نفوز، لكن مرة واحدة كده. وعايز أقول لحضراتكم خلال ربع ساعة بالظبط هدايا قدرت إن هي تتغلب على بطلة أمريكا في الوزن 67 كيلو جرام، وبعدها سيف على طول بيفوز على بطل النرويج في وزن هنا 80 كيلو جرام. أعتقد مشوار طويل جدا، تحديات كتيرة جدا. و يعني خلينا برضو نتكلم بشكل واقعي شوية عشان نبقى فاهمين، اللي بيروح الأولمبياد يا جماعة ده مش بيروح كده وخلاص، ده بيكون بطل ومر على بطولات كتيرة جدا وحصد العديد من الميداليات وغيره وغيره. يعني هو مش شخص راح بالصدفة، فما نقدرش ان احنا نقلل او ان احنا نقول يا ايه المشكلة يعني فزولنا، لا لا، ده مشوار تعب واجتهاد، فحاجة محترمة وانبسطنا كلنا. ربنا يوفق كل البعثة المصرية، لكن حقيقي امبارح كانت حاجة جميلة كده، قدرنا ان احنا نفرح وقدرنا ان احنا نثبت نفسنا كمان. ومصر دلوقتي اعتقد رانكينج 40 اعتقد على العالم هناك، بتهيألي ان هو ال40.